بعد محاولة تهريب القفطان والكسكسو والطاجين والأسد الجزائري إلى المغرب، هذا الفيديو هذا غادي يبين بأن هناك مغاربة حاولوا تهريب الزليج الجزائري الكبير العظيم المدفر نحو المغرب. دارك الجزائري قال لك يحتجز ولا يحجز واحد الكمية ديال الزليج الواعر الجزائري في محاولة لتهريبه إلى المغرب. إخضاع هذا الطرد إلى تفتيش عيني دقيق من طرف المفتش كمرحلة أولى عند الاشتباه في أي طرد. بعد التفتيش تم العثور على خزف. بعد تحقيقات مستمرة ومن أجل معرفة البلد المراد تصديره له، تبين أنه موجه نحو دولة المغرب. عاقبين عاقبين الإخوان عاقبين. الله 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 الله. دابا شنو المعمولة شنو المعمولة؟ كاع الناس اللي عندهم لي كومون ديال الفايونس وديال اسمو والزليج الإمبراطوري الجزائري راه هزكم الماء. تنتمنى ان انكم ما تكونوش خلصتوا دافونس شي افونس كبيره ولا شي حاجه قبل ما تجيكم السلعه. وراه شي تنقول لكم عاودوا تخلصوا حتى تجيكم السلعه تخلصوا. انتم دابا خلصتوا قبل ما الا اللي خلص قبل ما تجي السلعه راه تهزوا الماء صافي. دابا راه عاقوا بينا باننا راه كاع الجليج اللي كاين في المغرب تيجي من الجزائر. مشكله كي غنديروا دروكا كي غنديروا؟ انا النيت راه بقى لي واحد الطرف تقريبا في الصالون خاصو هذا الفايونس هذا، ما عارفش اش غادي ندير والله ما نعرف. دابا التعداد ديال المغرب ما كاينش في المغرب، لو بينا نديبانيو عليه في المغرب ما كاينش. ولا الشاشه غدير غادي واخا يطلع ليا غالي غادي ندبر على شي صناع حرفيين ممتازين من الجزائر نخلص لهم الفيزا ونخلص لهم الطياره ونخلص لهم يجيو يكملوا لي هذاك شويه ديال الصالون. مشكله والله الا مشكله. ما عرفتش ما عرفتش اش غندير دابا، ما عرفتش اش غادي ندير. غتقدر تجري عليا المره من الدار ما عرفتش اش ندير دروك الا ما كملتش الصالون. راه مشكله مشكله كبيره دابا، ما عرفتش اش بغيت ندير والله ما نعرف. لا يرحم لكم الوالدين الاخوان، لا ما اللي عنده شي فكره يقولها لي، اللي عنده شي فكره كي ندير دابا نكمل هذاك لك الفايانس ديال الصالون يقولها لي. ليكتشف ان الخزف يعود الى الحقبه العثمانيه. هذا خزف صحيح، خزف يحتمى ان يعود الى الحقبه العثمانيه. واش من نيتكم دخلنا عليكم بالله؟ واش من نيتكم تتقول هاد الهضره من نيتكم؟ زعما تتفكروا النيت فعلا بان راه اودي ما شاء الله وحق الله العظيم. دابا هاد المسرحيه كلها داروا لومبالاج وداروا ديك اللعبه ديال ديك السكوتش ديال لومبالاج والكارطون وكذا. كان ما عرفتش كان غادي يمشي كان غادي واش بغى كان دابا بما انه دراكي يعني راه ديال الديوانه ديال المطار يعني كان غادي يمشي حتى لفرنسا وينزل لفرنسا ويعاود يتشارجا ثاني ويجي للمغرب. واو مشكله هادي مشكله. ما عرفت كي غنديروا دابا لهاد الشيء، ما عرفتش كي غنديروا دابا. ودخلنا عليكم بالله واش بعقلكم؟ هذا ما نديروش انايا حتى في قدام باب الدار، شتي قدام باب الدار في الزنقه في بلاصه فين تتوقف الطوموبيل وفين تنحطوا الموتور، ما نديروش انا والله ما نديرو لا انا لا غيري. واش هادو بعقلهم هادو ولا ما عرفتش شنو؟ دابا كون غير جابوا شي فايانس زوين لائق للتهريب، لا جابوا واحد مبربش مقربج مبلبق ما عرف كيداير هاد الجليج هذا، ما زليج ما استحمص والله العظيم. الى اودي هادشي ما شاء الله وصافي. زعما انا شفت هاد الفيديو هذا جاب ليا الموت ديال الضحك، لان صراحه فاش تشوف بحال هاد القومه كتفكروا يعني بغاو يديروا واحد الفيلم واحد السينما. في الاول كانوا تيديروا بانهم راه حجزوا مخدرات جايه من المغرب، دابا ولاو حجزوا لان تنهضروا على الزليج غادي يديروا بان راه محاوله تهريب الزليج الفاتيلة الى رغم ان هذا ماشي الزليج الفاتيلة بطبيعه الحال الى المغرب. ومن بعد اش غادي ديروا؟ تنتمنى على انكم ما ديروش بان محاوله تهريب الاسد الاطلسي الى المغرب. واخوان المغاربه غير تناو بحال هذا الشيء، راه كونوا على يقين راه غادي يولي محاوله تهريب الاسد الاطلسي الى المغرب، وغادي عاوتاني يحجزوا ثاني يقدروا يحجزوا شي عظام ديال الاسد الاطلسي من محاوله تهريبه الى المغرب. غادي يقدروا يحجزوا ثاني قفطان محاوله تهريب القفطان الى نحو المغرب. غادي يقدروا يديروا مثلا محاوله تهريب وصفه الكسكس الجزائري. دابا الوصفه مكتوبه في ورقه ومباليه ومديوره في شي كرتونه وغادي المسافره بغات تنزل في فرنسا ثم تركب ثاني في الطياره ولا تجي في الترونسبور غوتيي وتجي ثاني للمغرب. يعني محاوله تهريب وصفه الكسكس. ومازال غادي يحجزوا طواجن، محاوله تهريب الطاجين
الجزائري اتجاه المغرب، وفي الخير فاش غادي يختموها وغادي يكملوها محاولة تهريب تيليمسان إلى المغرب، محاولة تهريب بشار وتندوف إلى المغرب، محاولة نشدو من باليهم ديرهم شي كارتونة ومحاولة، ولأني هما راه مكشخين، هما راه غادي يحجزوا هادشي في المطار، لأن ما يمكنش دوز على الديوانة الجزائرية اللي فايقة وعايقة وعارفة شنو، عارفة من أين تؤكل الكتف. هاد الناس هادو راه عايقين وفايقين وما عندهمش فساد، وراه الناس فايقين بالأمور، وبين راه كاع هادشي راه ما يمكنش ليك دوزو عليهم. اودي ما عرفت يوقفك زعما كل نهار تيبان لينا شي حاجه جديده، كل نهار تيبان لينا شي عجب جديد في هاد الناس هادو، كل نهار تيبان لينا شي تخربيقه جديده. وغادي يبان لك واحد الوقت دوز واحد الوقيته غادي يبان لك بانهم راه تيحاولوا ما امكن انهم يعني يلقاو شي محاوله تهريب داك ملعب شاكر الى المغرب، محاولة تهريب ذاك وهران ولا شي حاجة، راه كل شيء ممكن دروكا، لأنه دابا بما أنهم قالوا بأن راه الجزائريين هم الذين بنوا الأزهر، الجزائريين هم الذين بنوا القاهرة، الجزائريين هم كانوا عندهم أهل الكهف راه من الجزائر، والكلب ديال أهل الكهف هما اللي غادي يقول لك راه كان من المغرب هذاك الكلب ديال. الكلب ما يقدرش يقول له راه من الجزائر، لا يقول لك اودي لا، ولكن الكلب راه جا دخل من المغرب واهل الكهف كانوا من الجزائر ومساكن حين هذوك اللي اهل الكهف اللي كانوا في الجزائر ظريفين الله يعمرها دار، فتبناو هذاك الكلب اللي جاي من المغرب ورباوه وعطاوه ياكل وهذاك الشيء ورباوه داك الشيء باش يبقى عندهم. والطريقه ديال الجلوس ديالو الا لاحظتوا بانها تتشبه السبع، داك الشيء حيت هما حيت المغاربه عندهم الاسد الاطلسي، فالنعسه ديال الكلب ديال اصحاب الكهف باينه ديال بحال تينعس بحال ديال الاسد، داك الشيء بباسط ذراعيه بالوسيط، فهمتي ديك الاسم. يا سيدي يا رب، والله العظيم بعض المرات تنبقى تنفكر في هاد الناس درجة انه تيبقاو فيا، تجي تتوصل واحد الوقيته تيبقاو فيا، لانه من كثرت ما بداو تيديروا الكوارث وتيديروا شي حوايج اللي ما يمكنش والله الا ما يمكنش. دابا راه حتى المصريين دابا عاقوا بهم، المصريين راه خدامين عليهم مزيان، عرفتي هذوك المصريين اللي داروك في راسهم راه هما 120 مليون اللي داروك في راسهم راه عزك الله يعاونك، راه بالسلامه عليك عزكم الواقع الجزائريين. محاولة باءت بالفشل كانت تهدف إلى سرقة التاريخ وتراث الجزائر.